انا بتكلم الانسان، انا بكلم الست الانسان بصراحه، الانسان راجل بس ده ما وست يمنعش برضو ان انا بميل للست اكتر من الراجل. بحكمك، بحكم حياتك يعني وتجاربك اللي امراه عشتيها. يعني في الاول طبعا وفي الاخر طبعا. طيب ايه الزواج، الطلاق كان كتير قوي يا ساره؟ بزياده. بس السنه دي بقى في ناس كتير جدا جدا عندها زواج، والسنه دي في ابراج كتير جدا. يعني مثلا عندك برج القوس، احنا بنسميه السنه دي عريس الابراج او عروسه الابراج، الكوس القوس. كل القوس ان شاء الله باذن الله، باذن الله اللي عاوز يبقى عنده ارتباطات هيبقى عنده ارتباطات، واللي عاوز يبقى عنده شراكات جديده هيبقى عنده شراكات جديده، واللي عايز يتصالح هيتصالح. القوس عنده السنه دي حاجات جميله جدا عظيم. جدا، طيب بعكس برج العذراء. ماله العذراء؟ العذراء ممكن يكون عنده انفصال، ممكن يكون، بس مش لازم يكون انفصال في بيتك، يعني مش لازم يكون بعد الشهر مثلا طلاق، لا، ممكن يكون انفصال عن شريك، انفصال عن شغل، انفصال عن بيت، انتقال من بيت لبيت، انتقال من بلد لبلد، هو عنده انتقال من حالة لحالة. يعني لو أعزب ممكن يتزوج، بس لو متزوج ممكن، لو كبر المشاكل طبعا ولو زودها وما كانش متفاهم ممكن يوصل لمرحلة الطلاق. الثور يا ده زعيم، ده من النهاردة، من 31/12 النهاردة الثور خلاص بيقول مساء الخير أنا جيت. جوري احظه الثور، كويس ان شاء جوري الله. الثور لمدة 5 شهور. من جور الطور يسعد اللي جاي. الثور عنده فلوس، المشتري كوكب السعد الأعظم اللي هو أكبر كوكب، احنا بنسميه أكبر كوكب السعد الأعظم ومتقدم كمان. يعني تخيلي بقى ان هو مش بس كوكب السعد وموجود في مكان، لا ده كمان متقدم، ده بيجري رايح قاعد في برج الثور لغاية يوم 24/5. عظيم. فكمية الدعم وكمية الدعم المادي والدعم العملي والنجاح والحظوظ والفلوس، ركزوا يا جماعة على كلمة الفلوس اللي احنا كلنا ايوه بنحبها جدا وعايزين طاقة وفرة ان شاء الله ندخل عليها في 2024 مع برج الثور. فالثور بيدي لمين؟ بيدي للجدي لانه برج صديق ليه، لانه برج ده يعني برج ترابي. يدي للعذراء لانه برج برضه صديق ليه وبرج ترابي. يدي لبعض الابراج التانية زي القوس، يدي لبرج السرطان. ففي ابراج مستفيده ماديا من وجود المشتري في كوكب في برج الثور لمده 5 شهور. عظيم. بالنسبة ده احنا اتكلمنا في الثور والجدي والسرطان ماشي، والعذراء. وقلنا العذراء كمان. العذراء كده هيبقى مش حوالي مش العذراء ولا بد. نص سنه بالنسبه له كويسه، والنص التاني يحذر بس مش اكتر. الحمل الحمل لا، الحمل زي الفل الحمد لله، الحمل جميل جدا. الحمل اولا الفترات اللي فاتت او بقاله 5 سنين كان واقع تحت ضغط شويه، ومع الاسف عانى كتير قوي، وفي منهم اجبروا على حاجات، وبرج الحمل مش من طبعه ان هو يجبر، برج ناري وشامخ واقف على حيله كده زي ما بيقولوا. فلو برج الحمل اجبر اعرفي ان في حاجه